انتهاكات ضد أمريكيين بسبب برنامج التجسس المثير للجدل في الولايات المتحدة، هذا ما اعترف به مستشارون للرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحين أن الانتهاكات شملت سلطات الرقابة التي تسمح لوكالات أمريكية بالتجسس على غير الأمريكيين في العالم. بحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن السبب الرئيس لهذه الانتهاكات هو وجود ثغرات في الفصل رقم 702 من قانون التجسس الاستخباراتي الخارجي للولايات المتحدة، فقرة تندرج في قانون عدل بعدما وصفت بإخفاقات الاستخبارات الأمريكية غداة هجمات 11 من سبتمبر عام 2001. تسمح الفقرة لوكالات الاستخبارات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بإجراء عمليات رقابة إلكترونية تشمل الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني لغير الأمريكيين في الخارج بدون الحاجة إلى إذن المحكمة. لكن خبراء يرون أن التساهل وغياب الإجراءات المناسبة والحجم الهائل لعمليات التجسس لذلك أدى إلى استخدام FBI للفصل 702 بشكل غير مناسب، خاصة الأبحاث المرتبطة بالأمريكيين. هذا الأمر دفع بلجنة رئاسية إلى تقديم توصية بإصلاحات ونظام مجدد يحسن طريقة استخدام القانون ولا يكون سيفا مسلطا على رقاب المواطنين الأمريكيين دون علمهم. لفت أن هذه اللجنة شددت على أهمية القانون بالنسبة للأمن القومي الأمريكي بالرغم من توصيتها بضرورة تحسين استخدام القانون. وفي حين لا توجد تفاصيل بشأن الأمريكيين المستهدفين من التجسس، أظهرت وثائق مسربة على مدار عقود أن الأمريكيين المسلمين أبرزوا الضحايا في هذه المراقبة، لكن تجديد الفصل رقم 702 في الكونغرس يواجه معارضة شديدة على خلفية الجدل المرتبط بعمليات الرقابة التي تستهدف الأمريكيين والأجانب على حد سواء. ودفعت اللجنة التابعة للبيت الأبيض عن تجدير الفصل المذكور باعتباره أداة استخباراتية حيوية وأساسية تعتمد عليها مجموعة من الجهود الاستخباراتية الخارجية الأخرى، خاصة في منع أحداث مؤثرة محتملة. المزيد من النقاش تنضم إلينا من واشنطن جودي واسباي، مدير التنفيذي لشركة المخاطر الدولية. أهلا ومرحبا بك معنا. أولا، من ما جاء في هذا التقرير هو مسألة أن FBI سجلت لديه مخالفات أكثر من وكالة الاستخبارات الأخرى، لماذا برأيك؟ شكرا جزيلا لكم على الاستضافة. نعم، مكتب التحقيقات الفيدرالية يبحث في قاعدة البيانات حوالي 278 ألف مرة بين عام 2000 و2021، وهذا عدد كبير يبعث على القلق البالغ. لماذا؟ أعتقد أن سبب ذلك أنه يسهل من مهمتهم، البيانات موجودة، فالأمر مغر جدا أن تقول فلننظر لتلك البيانات لعلها تفيدنا. أن تنفيذ القانون، وكالة تنفيذ القانون ليست لديها موارد كافية وعليها أعباء كثيرة من العمل، وهذا أمر مغر جدا بأن تذهب إلى قواعد البيانات يعطيها المعلومات ويختصر الطريق عليهم. أعضاء في الكونغرس وأعضاء في مجلس الشيوخ ووجوه بارزة خصوصا بعد تظاهرات المعترضة على مقتل جورج فلويد، إذا كان هؤلاء ضحايا فماذا عن غير المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة ومن هم في الخارج؟ هذا سؤال جيد جدا. السلطات بموجب الفصل 702 بمقدورها أن تطلع على اتصالات عن غير الأمريكان، وأحيانا هؤلاء يكونون في الخارج، ليسوا أمريكان في داخل الولايات المتحدة، ربما أمريكان يتحدثون إلى شخص، هؤلاء يتحدثون شخص في الولايات المتحدة. جعلني أتساءل حينما أسمع أنهم يبحثون عن بيانات أعضاء مجلس الشيوخ والقضاء، هل لديهم معلومات وبيانات عن كل شخص؟ وإذا كانت مكتب التحقيق الفيدرالي ينتهك هذا 278 ألف مرة، إذن السؤال هو لماذا؟ وكم هم عدد الأسماء الأمريكان الموجودة في تلك قواعد البيانات؟ يبدو أنهم يحصلون على اتصالات وبيانات عن كل شخص ويقولون نحن نبحث فقط عن من يصرح لنا بالبحث عنهم، ولم يكن هذا هو القصد، وهذا مخالف للقوانين لأنه لحماية الاتصالات. هذا يقودنا إلى التوصيات. إلى أي مدى منطقي أن يكون هناك رفع سرية دوري كما طلب في التوصيات، أو أن تشار إلى شهادات محددة خاصة المتعلق منها بتهريب المخدرات؟ ما قابلية تحقيق ذلك؟
أن عمليات هذه الوثائق والتصريحات التي تصدر تحدد الفئات للحصول على المعلومات. على سبيل المثال، لابد أن تكون تتعلق بالأمن الوطني القومي. فعلى سبيل المثال، مكافحة أنشطة الإرهاب أو الهجمات الإرهابية، الحصول على معلومات تتعلق على البنية التحتية للضرائب مثلا. هذه الفئات التي وافق عليها محكمة المخابرات الأجنبية ليست توافق على كل طلب يأتي إلي وتوقع عليه وتصدر الأوامر التي تجيز ذلك. هذه الشهادات تحدد الفئات الذي قد قدمت بها أوصت بها مجلس الاستشاري برزع سرية عنهم. لا أعرف إن كان ذلك سوف يحدث، ولكن هناك دائما الحديث، كثير من الحديث يأتي فصل 2702 ثم يتم تجديد هذا الفصل. ونقول هذه المرة هناك بعض التغييرات التي أجريت على الإجراءات، ولكن بوجه عام وفي نهاية المطاف الكونغرس يحجم عن تعديل هذا الفصل إلى حد كبير أو إزالته. الإشارة إلى الكونغرس تأخذنا إلى السؤال الأهم، هذا واحد من الملفات التي يختلف عليها الحزبان، كيف سيكون النقاش بشأن ذلك في الغرفتين؟ كيف سيكون النقاش بشأن ذلك في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، خصوصا أن هذه من المسائل الخلافية بين الحزبين؟ الأمر سوف يحدث بين الحزبين وفي الكونغرس وفي مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ، ولكن هناك أيضا الكثير من المنظمات التي لديها دور في ذلك، ومنظمات حول حماية الحريات المدنية. سوف يكون دفع كثير وجهد كبير وضغط على الكونغرس لسماع هذه الأصوات والحماية الحريات. لكن أما بالنسبة إدارة بايدن هي متعاطفة أكثر مع هذه الأصوات التي تدعو الحريات المدنية، وقد تجد هذه فرصة سانحة، قد تجد تلك بالنسبتها فرصة سانحة لإزالة بعض القيود، أو لربما فرض قيود على عمليات البحث وفرض مزيد من الشروط بشأن من يمكنه استخدامها وتحت أي ظروف. يودي واسباي المدير التنفيذي لشركة المخاطر الدولية من واشنطن، شكرا جزيلا لك على